في إطار التطوير والتدريب بالمؤسسة العسكرية وبناء جيش قوي يحمي سيادة وكرامة الوطن، قامت الكتيبة 155 مشاة بالجيش الوطني بتخريج الدفعة الأولى من المستجدين بمركز التدريب التابع للكتيبة، وتمت عملية التدريب للمجندين على أعلى مستوى والانضباط واتباعهم لأوامر أمرائهم، كما تم تدريبهم على الفنون القتالية أثناء المعركة وكيفية التصدي للعدو. وحضر هذا الحفل مدير مركز التدريب بالقيادة العامة ورئيس هيئة الاستثمار العسكري ومدير إدارة التوجيه المعنوي وأمر الكتيبة 155، بالإضافة إلى عدد من الضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة وأهالي وأسر الطلاب الخريجين. ونقول لكل من يطمع في بلادنا أننا مستمرون في بناء القوة، لن نتوقف. هذه رسالة بدأها سيد القائد العام ومن معه من الشرفاء، وسنكملها حتى تصبح ليبيا عصية قولا وفعلا على كل من يطمع في تراها. لا أريد أن أطيل، ولكن باسمكم جميعا نحيي هؤلاء الرجال الأبطال ونهنئهم بالتخرج وهذا الحفل، ونقول لهم إن ليبيا في انتظاركم، وأننا لن نفرط في تضحيات رجالنا الذين قدمناهم من أجل حرية هذا الوطن ومن أجل القضاء على الإرهاب الذي بدأ ينحسر، وشيئا فشيئا سينتهي العدوان وسينتهي الغزو وستنتصر ليبيا، ولن يبقى للخونة والعملاء إلا تاريخ أسود. وثمن مدير مركز التدريب بالقيادة العامة جهود القائد العام المشير خليفة حفتر في حرصه بالتدريب على أعلى مستوى من الرقي، كما ثمن الدور الذي تبذله الكتيبة وعن التدريبات الممتازة التي أعطتها إلى الخريجين. ما شاهدناه هذا ما دل على التدريب الراقي بقواتنا المسلحة، وإننا ننفذ تعليمات سيدي القائد العام عندما يقول يد تحارب ويد تبني، فها نحن اليوم في البناء. وباسم إدارة التدريب أرفع تحياتي إلى السيد آمر الكتيبة 155 وكل الضباط بهذه الكتيبة على ما شاهدناه هذا اليوم. ومن هذا المكان باسم قواتنا المسلحة أرفع تحياتنا، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ينصر قواتنا المسلحة المرابطة في محاور القتال، والذي نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تعود العاصمة طرابلس إلى أحضان الوطن. فإننا اليوم رسالة إلى الغزاة وإلى كل من يساند الغزاة، نقول لهم إننا نحن موجودين بإذن الله. وفي الوقت الذي يواجه فيه الجيش الوطني الغزو التركي الغاشم والإرهابيين والمرتزقة السوريين للحفاظ على سيادة وأمن البلاد، لا زالت المؤسسة العسكرية تبني يوما بعد يوم مؤسساتها وقواتها في عملية التطوير التي تشهدها جيوش العالم. لقناة ليبيا الحدث، أبو بكر يحيى.